بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي التلاميذ والتلميذات، مرحبا بكم من جديد. خلال هذا الأسبوع إن شاء الله، خلال الأسبوع الأول سنقوم بتقويم تشخيصي خاص بالمستوى الثالث ابتدائي مرجع مرشدي في اللغة العربية. وسيهم هذا التقويم التشخيصي المكونات التالية: القراءة والفهم، ثم الظواهر اللغوية، الإملاء والتعبير الكتابي. إذن قلنا تقويم تشخيصي خلال هذا الأسبوع، وهو الأسبوع الأول. أمامكم النص القرائي، المطلوب منا أن أقرأ هذا النص بطلاقة، يعني أثناء القراءة يجب أن أقرأ بصوت مرتفع مع احترام علامة الترقيم، ثم أيضا التنغيم أثناء القراءة. القراءة بصوت يعني جهري ومفهوم ومسموع. تتمة النص إذا أثناء القراءة يجب إيقاف الشريط، وأيضا يجب أن أقرأ مع الفهم. نمر الآن أصدقائي إلى فهم ما قرأت، أفهم المقروء. إذن هذه الأنشطة يمكننا أن نجيب عليها على الألواح أو على دفتر منزلي، ولا ننسى أن نكتب بخط واضح، ثم أيضا كل سؤال يكتب بلون مغاير، وأيضا الأجوبة يجب أن تكون واضحة. نجيب في ورقة الوساخ قبل الإجابة على الدفتر. إذن السؤال الأول يقول: أربط كل فراشة بقولها. الفراشة البيضاء، الفراشة الحمراء، الفراشة الصفراء. كل فراشة قالت قولا: ليتني أطير معهما. هذا هو القول الأول. من قال هذا القول؟ أي فراشة، البيضاء أم الحمراء أم الصفراء؟ القول الثاني: ما أسعدني حرة طليقة. ثم القول الثالث: مرحبا بالغريبة. إذن كل فراشة نحاول أن نربطها بقولها. السؤال الثاني: ماذا قالت الأقحوانة للفراشات؟ وماذا قالت الفراشات للأقحوانة؟ ماذا قالت الأقحوانة للفراشات؟ وماذا قالت الفراشات للأقحوانة؟ هذا السؤال الثاني. نمر الآن إلى السؤال الثالث، ويقول: على ما يدل رفض الفراشات قول الأقحوانة؟ على ماذا يدل رفض الفراشات لقول الأقحوانة؟ هذا يدل على شيء. السؤال الرابع: أضع رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4 لأرتب ما حدث في القصة. إذن هذه القصة يعني خلال النص القرائي، حاولوا أن ترتبوا من 1 إلى 4. الحدث الأول: تصاحبت فراشات 3. الحدث الآخر: لم تفترق الفراشات لدخول أقحوانة. الحدث الثالث: جاءت الشمس فانطلقت الفراشات ترقص. الحدث الأخير: جاء المطر وبحثت الفراشات عن مخبأ. إذن حاولوا أن ترتبوا هذه الأحداث من 1 إلى 4. حاولوا أن تقرأوا النص جيدا للإجابة بكل سهولة. نمر الآن أصدقائي إلى الإجابة عن هذه الأسئلة. السؤال الأول: أربط بين كل كلمة وضدها. كل كلمة وضدها. يتسع، ما هو ضدها؟ في الكلمات التي في الأسفل نحاول أن نربط بسهم. إذا لدينا الكلمات: يتسع، بعيدا، افتحي،
طليقة. لدينا الكلمات الأخرى: مقيدة، قريبا، أغلقي، يضيق. إذن نبدأ بالكلمات السهلة نربطها مع بعضها ثم حتى نتمم الكلمات كلها. نمر الآن إلى السؤال الثاني، والمطلوب مني أن أعين الكلمة الغريبة عن بقية الكلمات. إذن لديكم 7 كلمات، ما هي الكلمة الغريبة؟ يعني أنها غريبة عن هذه الكلمات. إذن استمعوا جيدا، فستلاحظون أن هناك كلمة لا تنتمي لهذه العائلة من الكلمات: فراشة، بستان، هواء، أزهار، أقحوانة، كتاب، مطر. أين هي الكلمة التي يجب أن لا تكون مع هذه الكلمات، يعني أنها لا تنتمي لهذه الكلمات، يعني أنها غريبة عن هذه الكلمات؟ نمر الآن إلى بعض الظواهر اللغوية. أمامكم الأسئلة من 1 إلى 3. السؤال الأول يقول: أكمل كما في المثال، هذه فراشة ترفرف. الجملة الأولى لدينا قلنا هذه، لماذا؟ لأن فراشة مؤنث، لهذا قلنا هذه. الآن الجملة الأخرى، ماذا سنضع قبل عصفور يغرد؟ فراشتان ترفرفان، عصفوران يغردان. إذن ما هو اسم الإشارة المناسب؟ إذن هذه اسم إشارة. لماذا وضعنا هذه قبل الفراشة؟ لأن فراشة مؤنث مفرد. إذن نفس الشيء، نلاحظ كلمة عصفور وكلمة فراشتان وكلمة عصفوران، ماذا سنضع قبلها من أسماء الإشارة؟ نمر الآن إلى السؤال الثاني ويقول: أحول حسب المطلوب، يعني يجب أن أحول حسب المطلوب. صديقي أنا، أنت، ماذا سأقول؟ هذا صديقي أنا، أما أنت هو نحن. نمر الآن إلى السؤال الثالث ويقول: أرتب الكلمات لأكون جملة مفيدة. أمامكم كلمات غير مرتبة، حاولوا أن ترتبوها لكي تحصلوا على جملة مفيدة تامة المعنى. الكلمات هي كالتالي: صديقات، كانت، الفراشات، مهما، الصعوبات، لا، تفترق، نحن. إذن نأخذ ورقة الوساخ ثم نحاول أن نرتب لكي نحصل على جملة مفيدة واحدة فقط. الآن نمر إلى الإملاء. إذن استمعوا جيدا واملأوا الفراغ بما يناسب. إذن نجيب على دفاترنا ونكتب بخط واضح. إذن يمكنكم إيقاف التسجيل للاستماع عندما يعني لم تفهم الكلمة المطلوبة. إذن أقول: أحب الفراشة الجميلة وهي تتنقل في فصل الربيع من زهرة إلى أخرى وترقص في المساء تحت ضوء القمر وكأنها بنت تلبس كسوة ملونة. قلت لكم يمكنكم إيقاف التسجيل وإعادة الاستماع إلى الإملاء. أعيد:
أحب الفراشة الجميلة وهي تتنقل في فصل الربيع من زهرة إلى أخرى، وترقص في المساء تحت ضوء القمر، وكأنها بنت تلبس كسوة ملونة. الآن نمر إلى التعبير الكتابي، والمطلوب منكم أصدقائي صديقاتي التلميذات أن تتحدثوا في سطرين عن علاقتكم بأصدقائكم وصديقاتكم، يعني أنا يجب علي أن أتحدث في سطرين عن علاقتي بأصدقائي وصديقاتي، كيف هي هذه العلاقة؟ إذن تحدثوا في سطرين عن علاقتكم بأصدقائكم وصديقاتكم سواء داخل المدرسة أو خارج المدرسة. إلى هنا أصدقائي، أشكركم على حسن تتبعكم وإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ترقبوا تصحيح التقويم التشخيصي عما قريب.